بطل فريق افريقي تذهب الى النادي الاهلي، نادي القرن الافريقي، بطل نص الارض. طبعا الكثير والكثير من الانجازات، لانه النادي الاهلي لا يقبل الا بالافضل. ويتسلم هذه الجائزه الدكتور محمد شوقي. بشكر اولا الشركه الراعيه شركه دير جاست، بشكر كل الحضور الكرام، وبتشرف النهارده ان انا موجود ممثلا للنادي الاهلي، النادي الاهلي العظيم، النادي الاهلي اللي خلانا مش محتاجين نتكلم عنه، وبنسيب دلوقتي الكلام على النادي الاهلي للاخوه في الشرق الاوسط وفي البلاد العربيه وفي اول نجوم العالميين يتكلموا عن النادي الاهلي. احنا مش محتاجين نتكلم عن الاهلي، الاهلي بقى اصبح في منطقة تانية خالص. الحمد لله، شكرا جزيلا للكل.